أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات حديث العرب. ضيف هذا الأسبوع الروائي الكردي السوري جان دوست. أهلا وسهلا أستاذ جان. أهلا بكم. اسمح لي أبدأ بمجموعة من الأسئلة عن الرواية المرتقبة حديثا، رواية كوباني. تقول عن هذه الرواية، طبعا كوباني اسم ارتبط بمأساة للحديثة للأكراد وغيرهم ممن تعرض لأذى داعش بأشكال مخيفة. تقول رواية وجعي الخاص وذاكرتي التي لا تنام، لو لم أكتبها لما كان أمامي سوى طريقين أحلاهما مر، إما الانتحار أو الجنون. لو نتوقف قليلا عند هذه المشاعر الحادة والقاسية جدا. طبعا كوباني بالنسبة لي بعد أن خرجت منها في عام 2000 ولجأت إلى ألمانيا تحولت إلى حلم بعد أن كانت واقعي الذي أعيشه يوميا، بالرغم من مرارة العيش في الوطن أو ما يسمى الوطن في جمهورياتنا القمعية. بعد أن خرجت من كوباني وتغربت شعرت بآلام الغربة وصرت أشتاق إلى هذه المدينة، إلى حارتي التي خرجت منها وإلى طفولتي وإلى أهلي، لكن لم يكن في استطاعتي أن أعود إليها. كنت أعد السنوات والشهور. أنت خرجت لموقف سياسي. خرجت لاجئا ككثير من السوريين الذين عانوا من القمع والاضطهاد، بحث عن فسحة من الحرية في بلاد الغرب. للأسف تعرضت كوباني في سوريا كما أغلب المدن السورية إلى تدمير كامل، إلى تدمير كبير. كنت أعد الأيام لكي تستقر الأوضاع في سوريا بعد نشوب الثورة وأعود إليها، ألتقي بأهلي وأرى مدينتي، لكنني شعرت بأن هذه المدينة تحتضر مثلها مثل المدن السورية الأخرى، تدمر، تسوى بالأرض، يهرب سكانها ومن ضمنهم أهلي وأقربائي، يهربون يتركون بيوتهم، يسكنون الخيام ولا يستطيعون العودة إلى هذه المدينة المنكوبة. طبعا هي وجعي الخاص لأنني ابن هذه المدينة ولأن أهلي الأقربين تشردوا، كتبت هذا الكلام القاسي كما تفضلت. نعم. تقول عن الشخصية الداعشية في رواية كوباني، وهذه الشخصية سميتها زياد بن تاجي التونسي. زياد ليس عدوي أبدا، عدوي أولئك الذين ينشرون الفكر المتطرف في الأسواق وعلى الشاشات وعلى المنابر، أولئك الذين يبثون السم عبر مواعظهم في المدرسة والبيت والشارع. طبعا للفت الانتباه هنا في الرواية عموما أنك يعني عرضت زياد وكأنه ضحية وليس وحشا، وأن الوحوش الحقيقيين هم المحرضين، بينما يعني اللي نعرف عن الدواعش إجمالا لا يقلون وحشية عمن حرضهم، يعني صحيح. يعني مارسوا جرائم موثقة بالكاميرات. هل تكفي القوانين عموما، يعني حينما نتحدث عن التطرف والفكر، هل تكفي القوانين لإيقاف يعني نشر الفكر المتطرف؟ وكيف تشرح لنا هنا وصفك لهذا الداعشي بالضحية؟ تمام، سؤال جيد. طبعا الداعشي أو العنصر الذي ينتمي إلى داعش والذي جاء من أقاصي الدنيا لم يأتي لكي يستلم راتبا، جاء ليقتل نفسه وهو يتصور أنه يجاهد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمتي وإعلاء رايتي كما كانوا يدعون، وأنه سيذهب للجنة، وأنه سيذهب إلى الجنة في عبر دمائه التي سيريقها في سبيل الله. المشكلة أن هذا الإنسان تم تعبئته وتم نفث السم في عقله فتحول إلى وحش بشري، هو لم يكن كذلك. أنا سردت قصة هذا الداعشي التونسي، كيف تلقى تربية سيئة في البيت، كيف تلقى الظلم وهو طفل، كيف أثر عليه النظام القمعي في تونس، أثر على العائلة، تدمرت عائلته، وهو عندما كبر استغلته مجموعة دينية متطرفة وبدأت تلقنه الكراهية، كراهية المجتمع، كراهية الدول الأخرى، كراهية الإنسان بشكل عام، الإنسان الذي لا يتفق مع فكرهم ولا يتفق مع مآربهم.
هذا الإنسان تم التقاطه من المجتمع من قاع المجتمع وتلقينه دروس الكراهية عبر الخطب، عبر المواعظ، عبر طبعا هذه كلها ممنهجة. يمكن وهي اسمح لي المقاطعة أستاذ جلال، لم تأتي من فراغ، أليست هي هذا هي بالتراث بالخطاب الديني المتوارث بالمسلمات الدينية؟ بالضبط بالضبط، هذا موجود في التراث العربي الإسلامي وموجود في تراث الشعوب الأخرى. هناك شعوب تغلبت على اللون القاتم في تاريخها وفي معتقداتها، دعني أقول، نحت هذه النصوص التي تدعو إلى العنف، نحتها جانباً وأخذت بالجميل من هذا التراث، أخذت بالجميل من النصوص الدينية المقدسة ومشت عليه. بالنسبة لنا كمسلمين كمنتمين إلى هذا الدين أيضا نعاني من هذه المشكلة. هناك نصوص، دائما أقول نصوص، ولدت في زمان ومكان معين، تطلب أو تتطلب هذه النصوص اجتهادات كبيرة من علماء الدين لكي يحيدوها على الأقل، لكي لا يعتبروها ركيزة لهم في تخريب المجتمعات وفي تفجير المساجد ومجالس العزاء، وكما رأينا في العراق وفي غيرها. هذا لا يمكن أن يقبل به لا دين ولا ضمير ولا عقل. نعم. هل تفاجأك يعني كسوري كردي، هل فاجأك انضمام بعض الأكراد لجماعات متطرفة مثل داعش، أم أن التطرف يعني يتجاوز القوميات أحيانا؟ بطبيعة الحال التطرف يتجاوز القوميات، والتطرف والعنف ليس وليد المنطقة العربية الإسلامية وحدها. شاهدنا في التاريخ الأوروبي، شاهدنا في تاريخ العالم مراحل وحقب مليئة بالعنف والدماء، كما في أوروبا في حرب 30 عام، حرب مذهبية طاحنة طحنت أوروبا، قتل في ألمانيا وحدها مئات الألوف، وسويت قرى كاملة بالأرض، قتل الأطفال والنساء، اغتصبنا وقتل الرجال بسبب خلاف مذهبي بين البروتستانت والكاثوليك، تحول فيما بعد إلى خلاف سياسي. هل هناك ظاهرة تطرف ديني بين الأكراد؟ الأكراد بطبيعتهم متسامحون، يعني في الأعم الغالب هم متسامحون دينيا، لا يتشددون في الدين. وقد لاحظ هذا الأمر كثير من الرحالة والمستشرقين، فرأوا أن نساء الأكراد متبرجات وأكثر حرية من نساء الفرس ومن نساء الأتراك، يتعاملن مع الأجنبي بدون خجل وبدون خوف. نعم. إذن أنت لا تلوم فقط، أنت أكيد أنت تلوم الداعشي، ولكنك تعتبر اللوم الأكبر يجب أن يوجه للمحرض. بلا شك المحرض هنا يجب إيقافه عبر القوانين التي تنظم أمور البلد في أي مدينة في أي دولة. يجب أن تكون هناك قوانين تراقب المناهج، تراقب الكتب، تراقب الخطباء في المساجد. قد يؤلب خطيب واحد في المسجد 100 رجل في يوم واحد، وكما حدث في حلب، في حلب السورية كان هناك أبو القعقاع كان يؤلب الناس ويحرضهم على أن يذهبوا إلى العراق ويفجروا أنفسهم، عشرات بل مئات من الناس تم تجنيدهم قبل الحرب في سوريا، قبل الثورة. أبو القعقاع مشهور في سوريا، وحتى الناس كانوا يقول هو رجل مخابراتي، لكن كثير من الناس البسطاء المتدينين الذين يحبون دينهم ويحبون ربهم يسلكون هذا المسلك الوعر، فيصبحون فرائس في أيدي المنظمات المتطرفة. إذن أستاذ جان دوست، على ضوء تراجع داعش في الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية، كيف تقرأ المشهد عموما في المنطقة؟ لست متفائلا إلى حد كبير، لأن هناك جيل جديد يمكن أن ينشأ على أنقاض داعش، وهذه الفكرة الداعشية لم تمت بعد. صحيح أن داعش تقهقرت في العراق وفي سوريا، في مدينة كوباني على سبيل المثال تم قتل آلاف الدواعش أو العناصر المنتمين إلى داعش، لكن إلى الآن الفكر الذي غذى داعش ما زال فكرا قويا يقف على رجليه. المهم في هذه المرحلة أن يتم محاربة فكر داعش عبر كثير من الآليات، منها أول انطلاق من البيت، خلق مجتمع سعيد، المجتمع الهامشي المقهور
يمكن أن يولد التطرف. طبعا هذا ليس مبررا ولا حجة نطرحها لنبرر وجود التطرف عندنا، عندنا التطرف موجود في النصوص وفي التراث وفي عقولنا التي لا تقبل الآخر على العموم، هناك دائما تقوقع وتحصن في العرق وفي الديانة وإلى آخره. لذلك المهم في هذه المرحلة ما بعد داعش هو التفات الدول العربية والمجتمعات العربية إلى نفسها وإلى تفسير هذه الظاهرة. لماذا يمكن أن تنشأ عندنا هكذا ظاهرة متوحشة في هذا العصر الذي تقدم كثيرا؟ نعم، وصفت التوحش الذي مارسه الأكراد ضد بعضهم البعض بقدر ما وصفت التوحش الداعشي. طبعا قد تبدو قاسية خصوصا من بعض المتابعيك الأكراد، ما المشترك بين التوحشين من حيث الدوافع؟ هناك لا أعتقد أن هناك تشابه كبير بين العنف الداعشي والعنف الذي استخدمه بعض الكرد في حق أبناء جلدتهم الكرد. عنف داعش ينبني على الدين وينبني على وعد العنصر الداعشي بحياة جميلة جدا ما بعد الموت. نعم. بالنسبة للعنف الكردي هناك عنف أستطيع أن أسميه العنف اليساري، العنف الموروث عن اليسار العنيف الذي ضرب العالم في السبعينات والثمانينيات. نعم. من القرن الماضي. عنف الكردي هو لتثبيت السلطة، سلطة الأمر الواقع التي نشأت بعد الفراغ الذي شهدناه في المنطقة الكردية في سوريا. استلم حزب كردي معين. نعم. السلطة في هذه المناطق ومارس. نعم. العنف بحق أبناء جلدتهم جلدتها في عامودة مثلا، حدثت مجزرة وقتل. نعم. 6 أشخاص أكراد على يد الأكراد، وفي عفرين أيضا وفي ديريك وفي المناطق الأخرى. الإيزيديين هم أكراد. الإيزيديون نعم، الإيزيديون في القرن 19 تعرضوا إلى حملة إبادة من قبل أمير كردي، هو أمير محمد رواندوزي. أمير محمد رواندوزي بدوافع دينية، بدوافع دينية بحت، أبادهم، أباد الإيزيديين وقتل زعيمهم الأكبر علي بيغ الكبير في مضيق حاليا يسمى مضيق علي بيغ في إقليم كردستان العراق. إذن الكردي أيضا يستطيع أن يتحول إلى داعشي ويستطيع أن يقتنع بفكر التطرف إذا غذي من الخارج أو من الداخل عبر فقهاء الظلام. نعم. تقول عن كوباني: شعرت أنه يجب علي أن أذهب وأحمل البندقية لأقاتل جنبا إلى جنب مع من يقاتل هناك، لكنني بدل ذلك انكفأت على نفسي وبدأت ألوك خيبتي ومرارتي ويأسي. هل كانت كتابة الرواية نوعاً من التعويض عن عدم ذهابك؟ كتبت الرواية بدافع توثيقي قبل كل شيء، أن أوثق خراب مدينتي قبل كل شيء، ثم أوثق المقاومة التي حدثت فيها. نعم. وطبعاً نوع من التعويض، أنا لم أستطع أن أذهب إلى المدينة المدمرة. في الرواية أتخيل أنني عدت إليها، لكنني عدت إلى أنقاض وإلى بيوت مدمرة، عدت إلى منزلي الذي لم يبقى فيه شيء، عدت إلى مكتبتي التي تطايرت بفعل القصف، عدت إلى مدافن أهلي أبي وأمي وجدي التي دمرت. عدت في هذه الرواية أعوض الزيارة التي كنت أحلم بها خلال 7 أو 15 عاما في الغربة، كنت أحلم أن أعود إلى مدينتي وأرى مهد طفولتي ومربع من مرابع. لا. الشباب. طبعا تهاجرت من العام 2000 إلى ألمانيا. نعم. وأقمت هناك ولم أعود إلى. نعم. كوباني. نعم. تقول: هذه الكوارث أحيانا يعجز الخيال عن تصورها، لكنها تتراكم حتى تنفجر على شكل نص أدبي. سؤالي هنا أستاذ جان، وهذه يعني إشكالية في موضوع توثيق الأحداث، كيف يختلف النص الفني عن النص التاريخي في نقل المأساة؟ النص التاريخي دائما مقيد بأماكن، بأشخاص، بوقائع. نعم. حقيقية. النص الفني أو المتخيل. نعم. لا يقيده شيء، خيال، الخيال واسع مثل الكون.
يمكن أن تكتب فيه ما تشاء. أما التاريخي وحتى المتخيل التاريخي، التاريخ المتخيل أو الذي يختلط تختلط فيه الفانتازيا بالواقع، مقيد، أنت مقيد الحركة. تريد أن تتحدث مثلا عن مذبحة القلعة في مصر، مذبحة المماليك، يجب أن يكون هناك أشخاص حقيقيون شاركوا في المذبحة أو ذبحوا إلى آخره، والمكان هو القاهرة. لا تستطيع أن تخرج من خارج هذه الحدود المرسومة لك والتي تحدد فيها خطواتك. لكن لا يمكن أن أعتمد عليه كنص تاريخي. لا أعتقد الروايات التاريخية يمكن أن يعتمد عليها. مثلا حاليا نكتب روايات الحرب في سوريا، أنا لاحظت كثير من الروائيين السوريين لا يستطيعون حاليا أن يكتبوا إلا عن الحرب في سوريا. صحيح. هذه الروايات في المستقبل ستصبح ليس مراجع تاريخية، إنما مراجع تصور ما لم يدونه المؤرخ، دمار القرى المدن، تفكك العائلة، آثار الحرب على الإنسان البسيط الذي ليس له ناقة ولا جمل في هذه الحرب. هذا لا يتحدث عنه المؤرخون، يتحدثون عن الوقائع، عن الأحداث، تحليلات إلى آخره. أما في الروايات فهي أنت تنقل الحياة كما تتصورها إلى القارئ وإلى القارئ المستقبلي. وتستطيع أيضا أن تستثمر يعني بتأكيد على رسائل معينة، بلا على شك. مفاهيم معينة، على يعني حكم دروس معينة في النص الأدبي أكثر من النص التاريخي. بلا شك النص التاريخي هو نص جاف قليلا، نعم. أما الرواية فالرواية فيها حيوات وفيها إبداع، إبداع فيها، نعم. بشر ينطقون بها، فيها أحاسيس، مشاعر، نعم. في عند هؤلاء الناس الذين تتحدث عنهم. أما في النص التاريخي فعندما يتحدث مثلا عن نابليون بونابرت عندما غزا روسيا، نعم. على سبيل المثال، لا يتحدث عن مشاعره، هو محكوم بالأحداث، محكوم بالأحداث. لو تناوله روائي، نعم. سيتحدث عن مشاعره وهو يخطو في، نعم. الثلج ويعود متقهقرا، نعم. إلى آخره، نعم. هذا ما لا نجده. تقول أخاف من الحدود كثيرا، عقدة الحدود لم أستطع حلها حتى هنا في أوروبا، أذهب بسيارتي مثلا من دولة إلى أخرى وحين أقترب من الحدود يخفق قلبي فزعا. كيف نشأت هذه العلاقة المخيفة المرتبكة مع الحدود؟ مدينتي التي ولدت فيها كوبان هي مدينة حدودية، بل هي مقسمة إلى قسمين نسميها نحن كوباني التركية وكوباني السورية. أنا ولدت في هذه المدينة على صوت إطلاق الرصاص بين المهربين والجندرمة الترك. ولدت ونشأت في هذه المدينة التي تحدني فيها شمالا الغام، تمنعني من المسير أمتارا قليلة صوب تلك الجهة التي يعيش فيها أهلي ويعيش فيها ناس مثلي. لذلك شعرت بأن هذه الحدود ليست حدوداً بل سيوف موضوعة على رقبتي، موضوعة على رقبة سكان هذه المدينة التي لا يستطيعون أن يمشوا مترين إلا بفيزا وبتعقيدات وبيروقراطية كبيرة لا نهاية لها. لذلك بقي معي هذا الشعور، حملت هذا الشعور معك إلى أوروبا، إلى أوروبا. رغم الأمور هناك أسهل في أوروبا، ليس فقط أسهل، نذهب من دولة إلى أخرى دون أن نشعر بأننا دخلنا أراضي الدولة الأخرى، لكنك ترتبك. لكن أرتبك عندما أرى، نعم. مثلا شاهدة تقول الآن أنت في هولندا أو في بلجيكا أو في فرنسا، أخاف أن يأتي الجندرمة، جمارك الحدود، الشرطة، ويستفسرون عن هويتي ويطلبون مني أن أبرز لهم وثائقي الشخصية. نعم، إذن بستأذنك أستاذ جان دوست بالفاصل الأول، أعود بعده للحديث عن الرواية والشعر بشكل أكثر تفصيلا بعد هذا الفاصل، ابقوا معي. إذن نواصل هذا الحوار مع الروائي والكاتب الكردي السوري جان دوست. تقول عن الرواية، الروائي هو أكثر الناس واقعية، ولو أنه كتب أكثر الروايات سريالية، كأنك ترى أن الإدراك العفوي للواقع هو بنحو ما بعيد عن الواقع، وأن الفن ليس إلا خيالا بقدر ما هو كشف أعمق للواقع.
الخيال صحيح كشف عميق وحفر عميق في تربة الواقع. الرواية حتى لو كانت أو النص الأدبي حتى لو كان سرياليا فهو ليس من مبدأ الفن للفن، يعني الكاتب لا يتوخى من نصه أن يتفنن في الكلام، هو يريد إيصال رسالة مهما أغرق في الخيال ومهما أغرق في السريالية والفانتازيا. في القصص القديمة القصص الخيالية جدا كان هناك شيء يسمونه مغزى، قصص مثلا ألف ليلة وليلة، قصص كليلة ودمنة على لسان الحيوانات، هي قصص لا يمكن أو ليس من المستحيل أن تكون قد حصلت على أرض الواقع، حوار بين حيوانات، لكن يتوخى الكاتب منها إيصال رسالة معينة. فالفن هو كشف، الفن مهما تعددت ألوانه ومهما تعددت طرائقه، مهما تعددت آليات السرد في الرواية من رواية لأخرى، يبقى كشفا وسبرا عميقا للواقع وتصويرا له لإيصال رسالة معينة كما قلت. نعم، قلت أيضا الكتابة قدر، ومن قدرت عليه الكتابة حمل بين ضلوعه جمرة لا يطفئها إلا الموت. لو نتحدثنا عن هذه المقولة. نعم، الكتابة يعني هاجس ما تقدر تتخلص منه أصلا، مستحيل. نعم، مستحيل. بمجرد طبعا هناك استثناءات قليلة جدا، مثلا الشاعر نسيت اسمه الآن، الشاعر الذي ترك الشعر وانشغل بتجارة السلاح في اليمن والحبشة وهو لا ينسى اسمه طبعا. الكتابة عندما يصاب الإنسان بفيروسها لا يمكن أن يتخلص منها، تبقى معه. نعم، لأنه يستمتع بها أولا. الكتابة تمنح المبدع متعة، مع أنه يكتب أقسى الروايات. نعم، وأفظع القصص، لكنه يشعر بمتعة هائلة عندما ينهيها، عندما يبدأ بها. هذا الجنون، هذا اللحظات العصيبة كالوحي التي يعيشها، الأدرينالين الذي يشتد إفرازه عندما يصل إلى النهاية، كل هذه تخلق لدى الكاتب نوعا من الإدمان. أليس هذا أيضا ممكن أن يكون هم تاريخي، الهم الإنساني، الإحساس بالمسؤولية كما وصفت أنت وأنت تكتب كوباني، أنه يعني أحيانا تشعر بالغضب كمبدع كإنسان أنه لم تكن هناك، فبالتالي لابد أن أعبر عن هذا الغضب أو أعوض عن شعور معين داخلي بالكتابة؟ لا شك، لا شك هذا هو أحد الدوافع. لكن باعتبار أن الكاتب لا. امتلك آليات للسرد، امتلك أدوات في الكشف والحفر والسبر في هذه التربة لا يمتلكها الآخرون. هناك كثيرون يتأثرون بهذا الواقع، عشرات الألوف بل مئات وملايين من الناس يتأثرون بالواقع، يتأثرون مباشرة ربما أكثر من غيري، لكن لا، ليست لديه آلية، ليست لديه أدوات معرفية ويعبر بها عن ما حصل له. يأتي مبدع أو كاتب هو الذي يستلم زمام المبادرة ويصف الأحداث والوقائع التي حصلت في بلده أو تغيلها إلى آخره ويكتب عنها. نعم، تقول في الشعر، طبعا أنت أيضا شاعر، تقول لم تستطع قصائدي أن تنقل همي كما أريد فلجأت إلى كتابة الرواية. سؤال يمكن يزعل مني بعض الشعراء، هل هذا لعجز الشعر عن نقل الهم الإنساني أم لضعف انتشار الشعر في ظل ما شاء الله في حضور كبير خصوصا عربيا وعالميا للرواية؟ صحيح، الشعر هو أجمل ما اخترعه الإنسان، لكنه تراجع عالميا، يعني ليس فقط في المنطقة العربية. هناك من يقول الشعر العربي تراجع، لا، الشعر العربي واللغة العربية هي اللغة الشعرية بالأصل. التراجع تراجع عالمي، الاتجاه هو صوب الرواية. كثير من دور النشر التي كنت أتعامل معها طرحت عليها دواوين شعرية لبعض أو ترجمات لدواوين شعرية، فقالوا نحن لا ننشر الشعر. إذا دار نشر تقول هذا الكلام هذا مؤشر خطير. الشعر طبعا تراجع ولم يستطع أن يعبر عن الواقع أو عن الحياة المعاصرة.
بالرغم من أنه حاول، من أن الشعر والشعراء حاولوا إنقاذ الشعر عبر كسر القوالب القديمة والتحديث في الشعر وإلى آخره، لكن بقي الشعر يتراجع ويفسح المجال للرواية. نعم، كنت تكتب قصائدك بالعربي أو بالكردي؟ كنت أكتب باللغتين، بالعربية، وبدأت بالعربية ثم انتقلت إلى الكردية وكتبت الشعر بالكردية. كشاعر أين تجد نفسك؟ يعني في أي لغة تجد نفسك أكثر؟ في الشعر أجد نفسي في اللغة الكردية. وفي الرواية؟ في الرواية أكتب بلغتين، وأنا أعتبر نفسي شخصا أو جسدا بروحين. بعد أن كتبت أول رواياتي العربية بعد 4 روايات كردية، شعرت أنني ظلمت هذه اللغة العربية عندما أهملت كتابة الإبداع بها، أهملتها قصدا لدوافع قومية، قلت أن أكتب بلغتي الكردية المقموعة والمهمشة بدافع قومي طبعا. بدافع قومي أفضل من أن أكتب بالعربية التي لها رجالها وأساطينها و يعني. لكن أنت كشخص كمبدع وجدت مجال أوسع في الرواية بالعربي. نعم، عندما انتقلت إلى العربية كأنني أكتشف عالما جديدا رحبا واسعا جدا، سواء من ناحية اللغة أو المواضيع أو تناول أشياء لم يكن بإمكاني أن أتناولها في اللغة الكردية. تقول عن الرواية عموما، عن كتابتك، أنه أنت تريد أن تجعل الرواية حاملا لموضوع الترويج للتسامح. في الوقت نفسه تقول الالتزام يلغي أهم شرط إبداعي وهو الحرية. هل هنا أي تناقض؟ لا أعتقد أن هناك تناقض، لأنه أنا لست ملتزما بالمعنى الذي يفهم منه الالتزام الاشتراكي، يقولون الشاعر الملتزم أو إلى آخره. هناك قضية مهمة بالنسبة لي، قضية التسامح، خاصة في عصر الكراهية الذي نعيشه. وأود لفت الانتباه إلى هذا الموضوع الحساس الذي يجب أن يبدأ من البيت، بين الأفراد، في الجامع، في الشارع، في المقهى، في أينما كان، أن يقترب الناس بعضهم من بعض، لأنني لاحظت أن هناك كمية هائلة من الكراهية بين الناس العاديين. يكرهون بعض بشكل لا سابق لهم. يعني كأنك تدعو لترسيخ خطاب التسامح على كل المستويات، على كل المستويات، الفنون والرواية. نعم، والشعر. نعم، لأنه لا يمكننا أن نغلب الكراهية فقط بالرواية. الرواية يمكن أن يقرأها الناس بالأصل متسامحون. نعم، لكن يجب أن نعمم هذا هذه الظاهرة، ظاهرة الدعوة للتسامح. لذلك أنا لا أجد تناقض بين أنني ألتزم هذا الموضوع، موضوع التسامح، وبين أنني حر في تناولي للمواضيع الأخرى. نعم، هذه نقطة جدا مهمة يعني أستاذ جان، لأن قضية الإرهاب والتطرف والطائفية والعنصرية يعني أصبحت مصدر حرب ومصدر دمار ومصدر موت. ف يعني لا أرى شخصيا، لست ناقدا أدبيا، بس أنا أعتقد لا يوجد ضرر من أن نركز وأن نرسخ على هذه المفاهيم. طبعا لا يوجد ضرر، بل هناك ضرورة، بل مسؤولية. نعم، مسؤوليتنا. نعم، هذه مسؤوليتنا، لأننا نحن المتضررون المباشرون من العنف، من الكراهية. أنا ككردي مثلا أتضرر من عدم التسامح. نعم، لأنه عندما أجد أن هناك من لا يقبلني ككردي، لا يقبلني بهذه الهوية التي منحني الله إياها، أنا لم أختار كردياً. لم نختار هوياتنا. ليس هناك أحد اختار قوميته ولا اختار دينه ولا اختار لونه، فلماذا نكره الآخر لأن له هذه الهوية المعينة؟ لذلك أنا أجد من الواجب أن الرسام، الموسيقي، الكاتب، الصحفي، الإعلامي، خطيب المسجد، القس في الكنيسة، كل الناس يجب أن يجندوا قدراتهم وطاقاتهم لنشر خطاب المحبة والتسامح. نعم، نتكلم طبعا عن الضرر الفني وليس أكيد. نعم، الأدبي. قلت ما يكتبه المبدع ليس سوى صرخة قد تصادف آذانا صاغية، ماذا تقصد؟ ربما يتأثر بعض الناس بفيلم معين. نعم، فتتبدل أفكارهم أو يعتنقوا الأفكار التي وردت في هذا الفيلم،
أنت تعرف أن الصورة والكلمة لها تأثير، وإن من البيان لسحرا، وسحر هذا البيان أنا أعتقد ربما يقرأها بعض الناس الذين تستهويهم أفكار الأفكار المتطرفة، وعندما يقرؤون ما أكتبه أو ما يكتبه مفكر أو ما يعرض في فيلم فيتأثرون. الإنسان هو أكثر الكائنات تأثرا بالكلام، ونحن نقدم أفكارنا على موائد الكلام، فإذا لقينا آذانا صاغية كان بها ونعمت، وإن لم نلقى فقد عملنا ما بوسعنا. نعم، وهنا تحدي جديد وهو وسائل التواصل الاجتماعي. يعني يبدو اليوم على مستوى العالم كله الكتاب يعيش ربما يعيش أزمة. الجيل الجديد ربما ليس لديه الحماس ولا الرغبة ولا الوقت لقراءة الكتاب أو الرواية أو القصيدة، لأنه منشغل بوسائل جديدة وإيقاع سريع وكلام مختصر. كروائي، كشاعر، كمترجم، هل تشعر بشيء ما من الإحباط وأنت تلحظ الجيل الجديد يعني مندفع نحو السوشيال ميديا أكثر من أي شيء آخر؟ هذا الكلام صحيح إلى حد ما، لكن لو رجعنا إلى الوراء مئات السنين وعشرات السنين سنجد أنه دائما الكتاب لم يكن شائعا هذا الشيوع الكبير مثل غيره من الأمور. الكتاب حتى هناك شكوى من كثير من الكتاب القدماء من أن الناس لا يستقبلون كتبهم ولا يستقبلون آرائهم. الشاعر الكردي الكبير مثلا أحمد خاني قبل 300 عام قال أنه لو بادلت الحكمة بحذاء لما اشتراه أحد. إذن هناك دائما نسبة قليلة من الناس التي تهتم بالكتاب، تهتم بالفكر والمعرفة، والباقي كما تفضلتم سوشيال ميديا ومنشغلون بأمور أخرى وحياة أخرى. لكن لا أعتقد أن الكتاب سينقرض ولا أن الشكل الحالي للكتاب سينتهي. صحيح أنه ستأتي أشكال أخرى، لكنه سيبقى كشكل للمعرفة، كوعاء للمعرفة. بس أيضا الشاعر والأديب والروائي لابد أيضا أن يتكيف شيئا ما مع هذه المستجدات. بلا شك التقليل. يجب أن يحدث أدواته هو أيضا أحسنت. يكون أحسنت. مع العصر. طيب بنتقل إلى محور جديد أستاذ جان دوست، وهو صراع الهويات. وصفت روايتك نواقيس روما بكونها رواية تحكي قصة الهويات المتصارعة، وتؤكد على أن هوية المرأة الحقيقية هي ما يبنيه بوعيه وفكره وبمحض إرادته، وليست تلك التي يريثها عن أبويه وبيئته. وأنت قلت قبل قليل الإنسان لا يختار هويته. لنوضح بهذه الفكرة، وما أحوجنا في هذه المرحلة في هذا الزمن في العالم العربي تحديدا، لأن نفهم أن الإنسان لم يختار أن يولد شيعيا أو سنيا أو مسيحيا أو كرديا أو عربيا إلى آخره. صحيح، طبعا هذا موضوع مهم وأنا عانيت منه. كان والدي يريد أو يهيئني لأن أصبح إمام جامع. أنا رفضت هذا الشيء لأنني لم أجد في نفسي الأهلية لأصبح إماما وخطيبا في جامع، مع أنني مارست قليلا من الخطابة وإمامة الناس. صليت بالناس؟ نعم، صليت الجمعة. خطبت الجمعة؟ خطبت الجمعة أيضا. لكن قلت لنفسي بالعربي أو بالعربي؟ نعم. قلت لنفسي أن طريقي طريق أخرى وأنا سأختار هذه الطريق بنفسي. كان بنسميك الشيخ جان. الشيخ، نعم. رواية نواقيس روما طبعا تعالج هذه المشكلة. أنا مدين للكاتب الكبير أمين معلوف. نعم. باصطلاح الهويات القاتلة. نحن هناك هويات كقطع، فعلا قطع في الموزايك أو في الفسيفساء، قطع جميلة، لو تسقط بعض القطع لا تشوهت الصورة. إذن هذه القطعة أو هذه اللوحة الفسيفسائية بحاجة إلى كل هذه القطع حتى تصبح جميلة وكاملة. لكن أحيانا تتحول هذه القطع إلى كما نشاهد في الجسم البشري إلى ميكروبات وإلى خلايا يقتل بعضها البعض. للأسف الشديد منطقتنا بشكل عام تمر في هذه المرحلة، الهويات قاتلة. الكردي يكره العربي، العربي يكره الكردي، التركي يكره الفارسي إلى آخره، والمسلم المسيحي الشيعي يقتل السني لأنه شيعي ليس لأنه شيء آخر.
هذه يجب أن ننظر إليها بعيون ناقدة، ويجب أن ندعو إلى مرحلة جديدة، إلى تجاوز هذه المرحلة السوداء في تاريخنا. وربما ليس من الضير أن نقلد الغرب في هذه النقطة، فالغرب تقدموا بعد أن قيدوا حريات رجال الدين، يعني لأقول هذا الكلام بكل وضوح، قيدوا حركة رجال الدين فتقدموا، لأن الخطاب الديني إن لم تقيده سيقودك إلى جنون. نعم، ينفلت أحيانا، ينفلت هذا الخطاب إلى الجنون كما تفضلت، وإلى ما شاهدناه في منطقتنا أكبر جنون ورأيناه بأم أعيننا. تقول نحن شهود عصر باتت فيه الهويات سكاكين ينحر بعضها بعضا، ولا تزعل مني، أليس هذا نتيجة تحول الهوية إلى مشروع سياسي؟ هو السياسة تفسد كثيرا من الأمور. السياسة أفسدت الدين عندما نشأ الإسلام السياسي، الذي رأى، الذي كتب على جدران بعض الدول العربية الإسلام هو الحل. وشاهدت بنفسي الإسلام هو الحل على شوارع متسخة جدا. بدل أن تكتب هذا الشعار أزل هذه الأوساخ لأعرف أنه فعلا أنت تريد أن تطرح حلولا لمجتمعك. أنا لا أتهم الإسلام، أتهم الذين يرفعون هذه الشعارات ليصلوا بها إلى أو ليكسبوا بها أو ليصلوا بها إلى مكاسب عفوا معينة. نعم، هذا تسييس الدين، تسييس القومية أيضا. القومية نعمة، يعني الله خلقنا متفرقين مختلفين. نعم، لكن يأتي السياسة ننظر له كتنوع وكغنى. نعم، في المجتمع يأتي السياسي يحول هذه القومية وخصوصيتي إلى سكين ليطعن بها الآخر، والآخر نفس الشيء، يأتي السياسي يحوله إلى سكين ليطعنني بها. نعم. تقول أيضا كل هوية تسبب عداء بين الناس، ليست هوية معرفية بل هي عامل من عوامل إثارة الحروب. ماذا تقصد بالهوية المعرفية؟ الهوية المعرفية الهوية التي تكونت على قاعدة من المعرفة الإنسانية، على قاعدة من قبول الآخر، على قاعدة من اعتبار الآخر شريكا لك في كل شيء. لماذا يكره عناصر الأغلبية، لماذا تكره مثلا القومية الغالبة يكرهون الأقليات؟ إذن هناك خطأ ما. هذا الخوف من الأقلية معناه وجود خلل، وجود خلل في المجتمع. لماذا تخاف من الأقلية؟ لماذا مثلا يجب، لماذا يوجد مفهوم الأقلية أصلا؟ لماذا يوجد مفهوم، لا نرسخ مفهوم المواطنة؟ المواطنة صحيح، لو كانت هناك دولة مواطنة مثلا، ما شاهدناه، لننتقل قليلا إلى السياسة، ما شاهدناه في إقليم كردستان العراق، لو كانت العراق دولة مواطنة، دولة تقدم الرفاه لكل عناصر الناس، دولة غير طائفية، دولة لا أعتقد أن الأكراد كانوا سيطالبون بالاستقلال، ولا كانوا نظموا هذا الاستفتاء. لكن بما أن هناك ظلم، وهناك مظالم كبيرة، وهناك تخصيص لفئة معينة بالظلم، تنشأ نزعات انفصالية ونزعات قومية قوية متطرفة كما في كل مكان. طبعا ليس في كل الأحوال، لأن هناك أيضا عند بين قوسين بعض الأقليات قيادات تبحث عن مشروع سياسي أو تستغل قومية، ربما تستغلها أيضا الدول الكبرى، تستغلها لتحقيق مآرب معينة، تستغلها كمخالب لخرمشة وجه هذا النظام أو ذاك. طيب، عندي الفاصل الأخير أستاذ جان دوست، بعدها أعود لأكمل النقاش حول صراع الهويات ومواضيع أخرى بعد هذا الفاصل، انتظرونا. إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الروائي الكردي السوري الأستاذ جان دوست. تقول أستاذ جان، القومي الكردي يدعو للخروج من عباءة الإسلام لأنه يعتبر الإسلام دين وليس حضارة. هنا نقد لي أيضا الأصوات القومية الكردية. نعم، للأسف هناك
عند الكثير من الكرد، والكرد بطبيعتهم حاليا قوميون، لم يكن عندهم مجال آخر، لم يكن عندهم بسبب سلسلة طويلة من المظالم، ينظرون إلى الإسلام نظرة عدائية، يعني لا يفرقون بين الإسلام الحضاري الذي بنته شعوب الإسلام حتى أو شعوب الحضارة الإسلامية أو الإمبراطوريات الإسلامية حتى غير العرب وغير المسلمين كالمسيحيين واليهود وباقي الطوائف والملل والنحل الأخرى التي ساهمت في بناء الحضارة الإسلامية التي كانت العربية ركيزتها. والأكراد ساهموا فيها بشكل والأكراد ساهموا بشكل كبير، ساهموا عندنا كثير من الكتاب والمؤرخين وحتى علماء من علماء الحيل الميكانيك الأكراد كابن الجزري، حتى الرموز السياسية، الرموز السياسية كصلاح الدين اسم مقدس. لكن الكردي القومي تشرب القومية السلبية، يعني يقول الإسلام لم يكن ديني. يا أخي الإسلام هو دينك. أنت طبعا تتحدث عن القوميين المتطرفين، المتطرفين وحتى بالنسبة يعني بنسبة عامة المسلم، يعني تقصد أنه يخرجون من الإسلام لمنطلقات قومية، لمنطلقات قومية ولمنطلقات أنه هذا ليس ديننا، هو دين عربي إلى آخره، هذه الطروحات الهشة. ولكن تطرح بشكل كبير، تطرح اليوم تطرح بين الأكراد بشكل كبير. أما أنا فأدعو إلى قبول الإسلام كعباءة وغطاء ثقافي لنا، نوع من أو هوية إضافية لنا نحن الكرد. لو تخلينا عن الإسلام، لو تركنا الإسلام جانبا، ماذا سيبقى لنا؟ تبقى لنا فقط القومية الكردية وهذه اللغة ونوع من التاريخ الذي بدأ أكثر شيء بعد الإسلام. طبعا هناك قبل الإسلام أيضا كان هناك تاريخ كردي لكن غامض وضبابي. المؤرخون والبلدانيون المسلمون هم الذين ساهموا في التعريف بالكرد، هم الذين وصفوا مجتمعاتهم بعد دخول الإسلام. فكيف نترك هذه العباءة الجميلة وهذا الرداء البديع بسبب أفكار أقول أنها أفكار بعيدة عن المنطق؟ الكردي يجب أن يعتبر ابن رشد من رموزه، يجب أن يعتبر الغزالي، يجب أن يعتبر ابن سينا، يجب أن نفتخر نحن أيضا بالفارابي وبرموز الحضارة الإسلامية، هؤلاء رموزنا نحن. فكيف سأبتعد عن هؤلاء وأتجرد من الإسلام؟ يا أخي أنت لست مسلما، لا تدين بالإسلام، هذا شيء آخر. الإسلام الديني لا تصلي لا تصوم لا تؤمن، هذا شيء آخر. لكن أنا أدعو الكرد بشكل عام إلى اعتبار الإسلام وعاء حضاريا لهم، هم مساهمون فيه وله وللإسلام مردود عليه. تقول بقيت إلى فترة متأخرة أجتنب عن قصد كتابة الإبداع بالعربية لاعتبارات قومية صرفة. حدثنا عن تحولك، أشرت إليه في السابق، ولكن حدثنا عن تحولك إلى الكتابة بالعربية وموقف بعض المثقفين الأكراد من ذلك. يعني هناك من اتهمك بخيانة هويتك لأنك تكتب بالعربية. نعم دكتور، نبدأ من موقف هؤلاء القوميين. حتى أنهم شتموني لأنني بدأت أكتب باللغة العربية. بعض القراء والقارئات يعني استغربوا كيف أكتب أنا الذي كتبت رواية ميرنامة وإلى آخر 4 روايات باللغة الكردية وقدمت كتب في الثقافة الكردية، كيف أتحول إلى الكتابة بالعربية؟ اعتبروها خطيئة كبرى لا يمكن أن تغتفر. تحولت إلى اللغة العربية لأنني أولاً فتحت عيني على تعلم اللغة العربية. والدي علمني العربية قبل أن أتعلم الكردية، في المسجد في البيت فتحت عيوني على كتب عربية. العربية كانت في بيتي لحظة ولد، لم يكن بيني وبينها، مع أنني في المدرسة تلقيت العنف المدرسي بسبب ضعفي في اللغة العربية إلى آخره، لكني لم أكره اللغة العربية، ربما كرهت المعلمة التي درستني لكني لم أكره اللغة العربية. تلقيت معارفي الكبرى عبر اللغة العربية، شعرت بأنني مدين لهذه اللغة الجميلة الخصبة، وأنني ابن هذه اللغة، فكيف أخونها؟ كنت أعتبر نفسي أنني أخونها عندما لا أكتب بها. أنا لم أخون اللغة الكردية لأنني بقيت أكتب باللغة الكردية، و حاولت أن أرد الجميل إلى اللغة العربية
التي وسعت آفاقي المعرفية، مداركي، عرفتني على أشياء جميلة جدا في الفلسفة والشعر والرواية. نعم، دائما أعتبر نفسي ابنا من أبناء اللغة العربية، وأنا أعتبرها الأمة الثانية. هناك لغة أم، اللغة الأم الثانية هي اللغة العربية. اللغة العربية لا أعتبرها غريبة عني أبدا. نعم، تقول هناك فرق بيني وبين الكتاب الكرد الآخرين الذين لا يكتبون إلا بالعربية، هؤلاء عندهم عقدة نقص لأنهم لا يبدعون بلغتهم الأم. هل هي عقدة نقص أم تجاوز للهوية المكتسبة؟ ربما. طبعا أنا لا أريد أن أعمم، هناك من زملائي الكتاب الكرد الذين يكتبون بالعربية لهم أسماء لامعة ولهم كتب جميلة، ولا يكتبون إلا بالعربية. يمكن أن يعني يمكن أن نذكر الأسماء كالروائي هيثم حسين، الروائية مها حسن، والكاتب أحمد عمر. هؤلاء لهم صيتهم وصداهم بين عند القراء العرب. لا أعتقد أنهم يملكون عقدة نقص، لكنهم أبدعوا في اللغة العربية وبقوا هنا. ربما صعب عليهم يتعلموا الكتابة بالكردية، وهؤلاء لا نلومهم. لكن هناك من يكتب بالعربية من الكرد ويعتبر اللغة الكردية لغة غجر، مع احترامي لهؤلاء لهذه الطائفة من الناس، يعتبرها لغة لا يمكن أن نبدع بها. هؤلاء من ألومهم وأعتبرهم يعني خارج العائلة. نعم، عودة إلى روايتك نواقيس روما، هل ترى أن الهوية الموروثة، أو كأنك يعني ترى أن الهوية الموروثة سبب من أسباب الكراهية، بينما الهوية المكتسبة قد تعزز التسامح؟ نعم، الهوية الموروثة هي سبب من أسباب الكراهية. أنت لا ترث الهوية فقط، ترث مع هذه الهوية التي ورثك إياها والداك أو مجتمعك، ترث معها الكراهية أيضا، كراهية الهوية الأخرى. نحن عندما نرث، مثلا عندما أرث الهوية الكردية، أرث معها كراهية العربي والتركي بشكل عام. نعم، لكن عندما أبني أنا هويتي الخاصة بنفسي اللي هي المكتسبة، التي هي المكتسبة، والتي هي كما تفضل ابن عربي في قصيدته الشهيرة: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يعني ليست قوميتي ولا ديني ولا عرقي ولا لوني ولا طائفتي أو عشيرتي أو أسرتي، إنما الهوية التي اكتسبتها كوني إنسانا في هذا الكون، كما عبر الفيلسوف والكاتب العراقي الرائع هادي العلوي، المرحوم هادي العلوي، ووصف هذا الإنسان بالمثقف الكوني، الكوني الذي يتجاوز القوميات والأديان. نعم، الكتاب العرب، بعض الكتاب العربي يعني يصنف كاتب عربي، كيف تشعر حينما يعني زملائك المثقفين والكتاب العرب يصرون عليك أحيانا حبا طبعا في إبداعك بأن يصنفوك بالكاتب العربي؟ هذا ليس عيبا، هو تشريف. أنا كاتب كردي وعربي وسوري، كاتب سوري وكاتب، يعني عندي هويات عديدة، كل هذه الهويات إضافات جميلة لهويتي الأصلية التي ورثتها من أبي وأمي، وهي الإسلام والقومية الكردية. عندما أصبح كاتبا عربيا ليس هذه شتيمة، يجب أن أفتخر بأنني أقدم إبداع باللغة العربية وأعتبر كاتب عربي. ربما طبعا سيلومني الكثير من القوميين العرب الكرد عفوا على هذه الفكرة، لكنني لا أعتبرها شتيمة، بل بالعكس كما قلت تشريف. ويمكن أن أصف كاتب عربي يكتب عن قضايا الأكراد وهمومهم ويتضامن معهم بأنه كاتب كردي. لأعود إلى هادي العلوي، كان يقول أنا كردي، هو كردي بتضامنه مع الكرد، بتضامنه بحبه لجيرانه وأصدقائه الأكراد. الروائي الكردي السوري الأستاذ جان دوست، شكرا جزيلا لحضور هذه أو هذا الحوار الجميل الممتع في حديث العرب. أشكر متابعينا الكرام، ألتقيكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا على هذه الاستضافة. شكرا.